عايزين نتكلم على الكبد بشكل عام، لأنه مرض مؤذي وبيبقى ليه تداعيات كثيرة. صح. الكبد ساعات أنا أسأل الطالب في الامتحان، أقول لهم إيه أهم عضو في الجسم فيتلخم. طالب زي فشل الأصابع التالتة يقول القلب طبعاً، أخطر واحد أخطر. في طالب بقى عجبني جدا قال لي حضرتك بتقيس الأهمية على أساس إيه؟ أه بالظبط كده. ما المخ مهم والقلب مهم والعين مهمة. قلت له برافو عليك، أنت هتاخد فول مارك بالسؤال ده. تمام. أنت بتقيس الأهمية على أساس عدد الوظائف اللي بيعملها. الكبد ياخد رقم واحد. رقم واحد عشان وظائفه. لأنه بيأدي عدد وظائف غير عادي. الكبد لا يقال فيه غير سبحان الله. حتة بتاع قد كده بناكلها نعملها بتنين. نشوحها. بيعمل كم من الوظائف غير عادي، غير عادي. فلو يعني الحلقه خليناها للكبد الطبيعي. طب خلينا مع الكبد الطبيعي. بيعمل ايه؟ كويس. ونخلي حلقه تانية لتليف الكبد. ماشي. يعني مش هينفع الاثنين مع بعض. تمام. الكبد له علاقه بكل التمثيل الغذائي. يعني ايه تمثيل غذائي اولا؟ حضرتك اكلت حته عيش. عايز استفيد منها. حته لحمه. كويس، هنعرف التمثيل الغذائي. ده كويس. يعني ايه تمثيل غذائي؟ فانا اكلت حته عيش، هتمر بمرحلتين. المرحله الاولى هي الهضم. مش ممكن ادخل عيش في دمي. لا، انا افتته بقى. افتته يبقى اخره جلوكوز. يبقى أي ماده نشا سائله. اخره جلوكوز. ماده سائله. ماده جزيئات. جزيئات مش باينه انها، تبان بقى كانها ماده سائله. الخطوه الاولى هي الهضم. اللي انا قلته ده هضم. هنهضمه. الخطوه الثانيه هي الامتصاص، ادخله جوه الدم. تمام. يتوزع عشان بقى. عشان يتوزع؟ لا، عشان اعمل له تمثيل غذائي بقى. عشان استفيد منه. تمام. احرقه ياخد طاقه، يطلع منه ميه، يطلع ثاني اكسيد الكربون، ده التمثيل الغذائي. كل ماده في الجسم لها تمثيل غذائي محدد ربنا عامله. يبقى انا اكلت لحمه، الخطوه الاولى اهضمها. أصبحت أحماض أمينية. الخطوة الثانية أمتصها، أدخلها جوه الدم. تمام. ليه الخطوتين دول؟ عشان التمثيل الغذائي للبروتينات يمشي سليم، أو التمثيل الغذائي للنشويات، أو التمثيل الغذائي للدهون. أنا هما ثلاث مواد اللي إحنا بنلعب بيهم. يا نشا، يا بروتين، يا دهون. الأول يتهضموا، ينزل عليهم مواد تفتتهم، يبقوا اخر حاجه جزيء يخش جوه الدم. ده الامتصاص. ابتدي بقى استفيد منه. اعمل منه هرمون. ماشي. احرقه. الجسم لوحده بيوزع كده يا فندم. الجسم لوحده بيوزع الحاجات دي لوحده. بقول لحضرتك لا يقال سبحان الله. سبحان الله فعلا. مين اللي بيقوم بعمليه التوزيع؟ فهي بتمشي حسب احتياجك. هي مترتبه. اللي ناقص فين؟ اللي ناقص فين؟ واروح كده خدت فيتامين د. طب ما يروحش ليه في الكبد؟ يروح العظم. عشان العظم محتاجه. اشمعنى ده يروح العظم؟ العظم محتاجه. محتاجه. والكالسيوم يروح العظم ليه؟ لا، انا خدت كوليسترول، يروح الكبد ليه؟ فكل عضو عارف يعني متحدد له هو هيعمل ايه. فالكبد له علاقه بالتمثيل الغذائي لجميع المواد. جميع المواد. حضرتك بتاكل ومش عارف ان اللي على اليمين ده بيعمل كل حاجه. بيعمل كل حاجه. ناخد رقم واحد السكريات. كويس. انا اكلت حته عيش، رز، مكرونه، نشا، سكر، اي حاجه، كنافه. الاخر خالص هتبقى جلوكوز. هتخش على الكبد. يعني هخش من الامعاء على الكبد عدل. الكبد يسال الدم. بس مش هتسمعوا يعني. ليهم لغه. ليهم لغه ما. يا دم عايز ايه؟ انت عايز سكر؟ يقول لا، ده الراجل ده مجنون، ده كان واكل صنيتين كنافه قبل كده، ده سكره مظبوط جدا. السكر ما يروحش الدم. الكبد يروح واخده محوله ماده ثانيه عشان ما يعملش مصيبه. يحوله حاجه ثانيه. حاجه ثانيه، حاجه اسمها جلايكوجين. هو سكر بس مسك في بعضه
كل 3 4 جزيئات مسكوا ببعض وتخزن في الكبد. ليه؟ اتشال بقى. اتشال ليه؟ للطوارئ، لوقت عاوزها. حضرتك صمت في رمضان ما بيجيلكش غيبوبه ولا السكر ينزل، لماذا؟ الكبد يبتدي يديله المخزون. ده اذا هو العقل المدبر. بالظبط كده. يبقى الكبد بالنسبه للنشويات مهم جدا، للسكريات مهم جدا. ليه؟ هو السكر هيخش عليه والكبد يتصرف. طيب افرض انا فعلا كنت جعان وكان سكري واطي، يخش على الدم دغري. لا، السكر عالي في الدم و ده يتخزن في الكبد. طبعا ما نرجعوا مرضى السكر دلوقتي، هنتكلم عليهم بعد شويه. طيب. عشان كده بنجد مقاوحه كتيره جدا من المريض، مريض تليف الكبد، هو ما عندوش الحركه دي، ما عندوش انه يخزن الزياده وعند اللزوم يفك اللي عنده. فلو صام تبقى كارثه. لو صام ما بيعرفش يفك، انا بصوم ما عنديش مشكله. ليه؟ الجلايكوجين المخزن في الكبد يتفك الى جلوكوز. هو ما يعرفش يعمل كده، فيجيله غيبوبه. فبنفضل بقى نقنع فيه، يا عم الحاج اللي عنده تليف كبد ما يصومش لانه خطر عليه. فالوظيفه الاولى للكبد تجاه السكريات هي حفظ السكر في الدم بالنسبه ثابته. اي حاجه تنقص هو يدي. يدي زياده يخزن عنده. طب لو ما عندوش يديله. لو الكبد ما عندوش تخزين يبقى مريض. يبقى مريض. يبقى كبد مش سليم. لان الكبد الطبيعي يقدر يخزن كميات غير عاديه يعني. الكبد على فكره عضو ضخم يعني. طيب ادي اول حاجه بالنسبه سكر. للنشويات. يبقى بالنسبه للنشويات هو مهم جدا جدا جدا. ليه؟ بيحميني من غيبوبه نقص السكر. وبيحميني ان السكر يعلى جدا بعد الاكل. لان هو هيشيله. اللي عنده تليف كبد كثيرا ما يشخص مريض سكر. كيف؟ ما في سكر، في سكر بيخش ما بيتخزنش، يروح داخل على الدم الدوري. فبعد الاكل تلاقي سكره عالي جدا، هو ما عندوش سكر. هو كبده اللي وحش. لان المفروض الكبد يعني اذا لو عالجنا الكبد ما يبقاش عنده سكر. هو ما عندوش سكر، هو ظاهره بس ان السكر بيعلى. ليه؟ مش عارف يحوله لجلايكوجين. وكانه مش وكانه هو عرض من اعراض مرض الكبد. مرض الكبد. يبقى اذا ممكن جدا عيان الكبد يجي لي بسكر عالي واغلط. يتعالجوا على انه مريض سكر. واغلط، لان لو اديته ده سكر ده انا بقضي عليه، لان هو مش كده خالص. هو في الصيام. طب ودي بتعرفها بالتحاليل؟ طبعا. بالكشف بصباعي. بصباعك؟ تلاقي الكبد في حاجه. كبده. الكبد الطبيعي ما يتحسش. ما ايه؟ ما يتحسش. يعني احط ايدي على بطن العيان واقول له خد نفس، الطبيعي ما احسوش. او احسه بقى يعني جبار. انما الكبد المتليف سهل جدا يتحس، زي الطوبه. زي الطوبه. طوبه هنا. تحس ان حاجه جامده يعني في ايدي.